ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة جي اس ام السمراني للشروحات ومتابعي منتديات جيم فلاش. هذا شرح مهداة لإخوتي وأحبتي في هذا المنتدى الغالي. اليوم سنتطرق لشرح كيفية عمل فلاش أجهزة هواوي التي يتم تفريشها عن طريق الاس دي كارد، لكن اليوم سنقوم بتفريشها عن طريق هذا البرنامج الرائع. عفوا، هذا هو البرنامج. سأترك لكم رابط تحميل هذا البرنامج أسفل الفيديو. لقد قمت بعمل فلاشات كثيرة لأجهزة هواوي التي يتم تفريشها عن طريق الاس دي كارد. كل العمليات تمت بنجاح والحمد لله، لكن باستعمال الفلاشة المناسبة عفوا للجهاز. إن كانت الفلاشة غير متوافقة مع الجهاز فلن يتم تفريشها وتطلع رسالة أو إيرور حتى في هذا التطبيق. اليوم سنتطرق لشرح كيفية عمل هذه الفلاشة. أنا سأستعمل هذا الجهاز إيجراج 300. هناك شروحات على اليوتيوب كيفية عمل هذه الفلاشة عن طريق الاس دي كارد، لكن اليوم سنقوم بتجربة هذا البرنامج. أولا سأترك لكم رابط تحميل فلاشة هذا الجهاز أسفل الفيديو. نعم، هذه هي الفلاشة، التحميل من هنا. بعد ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد شروحات. بعد ذلك نكمل الشرح إن شاء الله. نقوم بالدخول إلى هذا التطبيق. ننتظر بضع ثواني. نعم، هذه نقوم بإدخال الباسورد، الرمز السري لهذا البرنامج. نقوم بنسخ هذا الكود وإدخاله. نعم، هذه هي واجهة البرنامج. نقوم بالضغط على هذه المنطقة ونقوم باختيار الفلاشة المناسبة. كما قلت سابقا، أنا قمت بتحميل 3 فلاشات، لكن واحدة منهم عملت معي، أي نجحت، يعني توافقت مع الجهاز. هذه هي الفلاشة التي توافقت مع الجهاز. نقوم بالدخول ونختار أوبديت أب. بعد ذلك نقوم بالدخول إلى هذه المنطقة واختيار المعالج سيليكون، ثم نقوم بالضغط على نيكست وننتظر بضع ثواني. بعد ذلك نقوم بإطفاء الجهاز. هذه هي واجهة البرنامج. الآن نقوم بالضغط المطول على زر رفع الصوت وزر خفض الصوت في آن واحد، ثم نقوم بشبك الجهاز مع الحاسوب. وننتظر حتى يظهر لنا هذا اللون. نعم، بعد ذلك نترك الجهاز ونقوم بعمل سكان. كما تشاهدون لقد تم التعرف على الجهاز. وننتظر بضع ثواني حتى يتم التعرف على الفلاشة وعمل الفلاشة بالكامل. نعم، كما تشاهدون يتم الآن تنصيب الفلاشة. هذه العملية قد تستغرق 5 أو 10 دقائق أو حتى أكثر على حسب نوع الجهاز، لكن هام جدا لا توقف هذه العملية حتى لا يصاب الجهاز بالتلف. ننتظر حتى يتم تفليش الجهاز بالكامل إن شاء الله.
كما تشاهدون يتم الآن تفليش الجهاز. ننتظر حتى يتم تفليش الجهاز بالكامل، سنعود إليكم إن شاء الله. لا تنسوا أن تعملوا سبسكرايب في قناة GSM Smile ليصلكم كل جديد في عالم فلاش وفك الشفرة وكل مشاكل السوفتوير. ننتظر حتى يكتمل 100% إن شاء الله.
لقد تمت عملية تفليش الجهاز بنجاح. ننتظر حتى يشتغل الجهاز ونقوم باختيار اللغة والإعدادات. نعم، كما تشاهدون هذه الفلاشة فيها حتى اللغة العربية. نقوم باختيار اللغة العربية. نعم أحبتي، نكون قد انتهينا من عمل هذا الشرح. أتمنى أن يكون قد أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، عمل سبسكرايب ليصلكم كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.